جنبي الجنة جزايا صلاة ودلال منى وجمال ورمز الجلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال هنجيب عيال واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده ومديك كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي؟ لحظه واحده يا عيون البوبي لحظه واحده. هو الدكتور معاه البرنامج رقم الو يا دكتور الو يا اسطى ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تشتغل خالص لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه يلا بقى يا بوبي انا زهقت حاضر لعيون البوبي يلا بقى ده شويه وهترمي لي عظمه ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا بس واضح ان هو الشيخ ده مع السلامه انت مع السلامه انت يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجيه اهلا بك يا ست الكل يا قشطه دلعينا بقى دلعينا الدخول الى القائمه الرئيسيه ايوه اضغط الرقم 1 صحيت امك ليه اضغط رقم 1 اضغط فين انا يلا بقى يا بوبي يا الله تعامل مع الهدف درجة الشحن فول بطارية يا جوز الخيل العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي انا وعناية يا بوبي كلك حنية السكر غلي في الجمعية ونحلو بايه اللي لدي شوية رز وشرعية كود الخير والعربية لن تدعى على هنا 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 اهو فين الباب؟ نوجا انت فين يا نمبي؟ يا نوجا انا عملت ولا ايه يا نوجا؟ يا راجل انا مش شايفاك اعمل ايه؟ روح عند البيجورة النهارده النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي اعرف ان اخويا انا شايف اهو انت فين يا نمبي؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ إيه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ أنا عارف إزاي الراستة حاطط لي برنامج طيران طب انزل طيب أنا مش عارف أطلعلك طب فسحها فسحها أهو إيه اللي نسولة دي؟ هتعمل إيه يا راجل؟ إيه إيه؟ اسم الله عليك يا حبيبي لا لا نزولة من هنا من هنا إيه؟ عمود الفكر باظ قوم قوم إيه؟ قوم إيه؟, إيه يا نجدة؟ اسمع بقى يا راجل أنت هلا طفي النور ولا مولع النور من الصبح ما بالراحة طب يا نجلاء طيب بالراحة مش حلو الخطة دي مش حلو عليا ايه؟ اسألي أمك حضليها يعني الله يرحمك أكيد وصيتك بده بحنان ضع يدك على كتفها ضع يدك على كتفها أيوة كده يا عم المجانس ايه؟ أنا عارف ايه؟ بس انا بنت بقى في بنات افكاري بتكلمني يا انتي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بنت ده دي شويه بنات افكار يعني انت هتغير ان شاء الله عيال ولا ايه؟ الشغل ده جاي برومانسيه امسك اذنها اهدي صبري صبري وده ايه اصله ده؟ يا بنت اهدي بقى ده الرومانسيه دي ايه؟ رومانسيه يا بنت اعملها ايه يعني؟ لحظه صرصور الودن غمضي انت بس عيش اللحظه ايوه
انت تنفس انت هتغطسي نازله تغطسي في ميه. قم بحركه عاطفيه لولا بيا. اه طيب عارفها. والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to her. Translation. ايه؟ البنات بتكلمني. اقترب منها. ايوه بس اقترب منها. اكثر. والان؟ ها؟ ضمها اليك. ايوه ضمها اليك. اكثر. اه. فاكثر. اه. اكثر. ما هتتكسر كده هي. اللي هتتكسر كده. والان؟ ايوه. جيم اوفر. احنا طمك. انت بتشتدي؟ لا لا بقول لك ايه؟ اسمع بقى يا راجل انت، انا هتبس النهارده ولا مش هتبس الليله دي؟ والله معاك حق دوليه بنت كلب معفنه، انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت العالم الزباله اللي هم اللي شبه انا. نعم يا بنت. خير يا سي الاستاذ، فينك انت؟ لحن لحد لحن. الله عليك. وانا بشحت منيك ولا ايه؟ اللي بشحت منيك؟ مال ايه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تسول ده ايه؟ بلاش بجاحه. بجاحه؟ شوفوكوا شغلانه، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه. انت ما تخبرش انا مين؟ ايه مين يعني بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاج انا بتكلم براحة؟ طل على وجهي. يا ناس! نيجي يا حبيبي. عيب عيب. انا ما شفتكش قبل كده. عيب. غور. اباي انت هتتنح ليه ولا ايه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت من غور. اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور لا يا اسطى كده، يعني هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولاية مزعجة أوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني أضحك. لأن أنا في حاجة حضرتك؟ في حاجة يا حاج؟ في حاجة يا حاج؟ في حاجة؟ أنت في حاجة؟ في إيه يا ولد؟ في إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ دكتور واضح إن أنا رايح طبيعي. على فكرة أنا ممكن أعمل بلاوي السودة. آه بس أنا بقول بس إيه يعني الطيب أحسن. عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية وأجلتها لجلسة 9-9 الساعة 9. الله هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ اه والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تتكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. اه انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم راس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك صبع صبع ساعة، اه هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص نجلاء. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده مين دي؟ ايه ده انت مين ها؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. أخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. أنا تعال يا بنتي. ببص إيدي أخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها إني حقتلك حقتلك مرتين وأتجوزها ولدي عويس عويس. أيوة يا أبوي نزلنا عشان نتباين معاك. ما تعملش زيت أستاني. أنا مش عامل زيت أول مرة. ما تعملش. أعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها إيه؟ نزلوه. نزلوه. أنت شغلت خدامة هنا ومتبين. بس أخرس. حاضر. خلاص يا عم الحاج. أسيبك كيف يا كبيرنا. خلاص ده بيتكلم إزاي ده؟ سيبه. بحق.
حاجة واحدة دي مراتي. ما تلمسهاش، ما انتش منقول من هنا إلا على الجلسة، ومرتك دي ما انتش واخدها إلا ما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله نصر. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدي. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضبط النار ده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. ايوه. وقال انا حقعد في الدوار ده، واللي يعرف يخرجني يفرجني. انا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو. عيلة ابو حديده اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركه. اوبا. امال ايه؟ انا بعد ما قال اللي يعرف يضربطني ضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديده قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزغلطني يضربطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي. ايوه. قدام مين؟ ايوه بقى، مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديده. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا، ما انتش فهمان. اخد الاكل وروح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. هل. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا، موجوده في الدوار. في الدوار عندهم هناك. كبير. ايه. طيب هو قول لي حاجه، انت اسم حضرتك ايه بالكامل؟ وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب اسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومين واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج، رايح فين انت؟ لا ابدا، اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج، مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحديده. طب واللي يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ اللي حسبتها كيف ده؟ وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا محامي محامك. طلباتك. شيك مرصف ب$10,000,000. وخد بالك، خد بالك يا حاج، مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت كان قزح، إن لم تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زيي. إيه؟ فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. صح 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 صح
سادت يعني سادت. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن، واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، اقوم ورايا انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ مين صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايد يا بيه، وانا كبيرهم. انت كبير الحدايد؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايد ده، ها؟ مصر الجديده معلومه ليه دلوقتي؟ دي اللبانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟